مصفوفة بالقرب من بعضها البعض ومنسية، هذه حال الأعمال الفنية من ألمانيا الشرقية السابقة الموجودة في مستودع خارج برلين. الأعمال الفنية 23,000 كانت تزين المباني الحكومية الشيوعية، اليوم المؤرخون يعدون الهردة بها، ولكن مع رفض الاتحاد الأوروبي العام الماضي ترميم المستودع قد ينتهي المطاف بها في كتب التاريخ فقط، تماما مثل الفكر السياسي الذي تغنت به في السابق.